أنا هو الأسد الثلجي، أنا ملك الغابات الثلجية، جميع المخلوقات الثلجية بتخاف مني وعينوني ملك إلهم لأني أنا شجاع وقوي وأنا صارم. بضلني أقتل كل الضعفاء لأنه أنا هو ملك الغابات الثلجية الأسد الثلجي. أنا قبل قليل علمت ابني الثلجي الشبل الثلجي ورميته بالبرية أسفل هذا المكان، يروح على الغابات يتعلم لوحده ويعرف الحياة لوحده، لأن الأسود قلبه مقاسي وبتعلمه من الحجارة، من قساوة الحجارة بيصير قلبه مقاسي مثل الحجارة. وأنا هو الأسد الثلجي مثل ما انت شايفين، الجميع بيخاف مني. أنا من أيام، يعني طلعوا أنا عمري تقريبا ما يتجاوز 20,000 عام، أنا كنت في القطب المتجمد الشمالي، بعدين رحت على الجنوبي، وبعديها جيت على هذا المكان، عينوني كملك إلهم. أنا هو الأسد الثلجي. هذول هم حراسي لهاي الجزيرة تبعتي مثل ما انت شايفين، الحارس الثلجي. انت غبي موت، انت الثاني، اي ما تتحرك، انت ليش ما بتضرب؟ خد لك رائع جدا جدا، بدي لحمة. الهيل تبع بلش ينقص اكثر واكثر، بدي لحمة. خلينا انا الان اطول، بدي اوصل الطريق الان في هاي البلوكات مثل هيك ووصل يا ملك الغاب. يلا مثل هيك. خلينا اوصل طريق، لا تنسوا انكم تشتركوا في هاي القناة عشان توصل هاي القناة 700,000 مشترك. يا زودي يا ويلي، بدنا ناكل زمان ما اكلنا. طيب ماشي راح اطعميكم كمان شوي، انا هو الثور الهائج الناري. يلا يا بقرات اقعدوا في هذا المكان على بين ما احنا نجيب طعام. شو هذا؟ في واحد جنبك. مين انت؟ انا هو الاسد النال الثلجي، جيت على جزيرتك عشان اتاكد انك طيب ولا شرير. هاي زوجته، يا بقره، زوجك طيب او شرير؟ زوجي، اسأل اختي. هاي زوجك طيب، اخت زوجة التور، يعني التور الناري، طيب ولا شرير؟ لا طيب، بس ما بيخلينا ناكل كويس. ليش ما بتخليهم ياكلوا كويس يا ثور الناري؟ انت شكلك بلع اشي يا الصبح اليوم. هي انت يا اسد يا ثلجي، اذا انت ما بتهتم بشؤونك وبتهتم بنفسك، انا راح انطحك وراح اطيرك من هذه الجزيرة كلياتها. شكلك ما بتعرف مين هو ملك الغابات الثلجية الاسد. خد لك هاي، تعالون يا شرير، تعالون يا غبي. يلا مثلك، رائع. خد لك هاي يا ثور. مثل هيك. يا ويلي، بتعطفيني يا كلب، انت شكلك ما بتعرف انه انا بهيج وقوي جدا. تعال له. يلا مثل هيك، خدك ثلج، هذا الثلج عشان يطفي النيران اللي عليك. خد لك هاي. تعال برجيك النطحة تبعت النارية. توقف. تعال له. يا ويلي، مش راح اخليك تحرقني. اين انا متواجد؟ في داخل هاي النيران. مثل هيك. اين متواجد انا؟ مع المياه. مش راح تقدر انك تحرقني. الثور الناري، تعالوا. ها مش راح تلمسني بنيرانك هاي الغبية جدا. انا هو ملك الغابة الاسد الثلجي. الشخصيرة بعدك. ها مثل هيك، بطفيها. ويك بكون طفيت جزيرتي بالكامل. الله ماشي، انت اذا بدك تعلن الحرب راح نتحارب انا وياك. خد لك ها. توقف. هاي انت طيب ولا شرير؟ بتقتل الابرياء؟ قلت لك انا طيب على شرير. انت طيب على شرير؟ هي يا اسد، هذا طيب. ايه متاكد انت؟ طيب، انا يعني ركبت فوق راسك، هذا طيب، بضل يطعمينا. انا تاركها بس هي ركبت فوق راسي. هي hey.
كلب. انا مفكر اني ما بقدر انط في النيران مثل هيك ومثل هيك ومثل هيك ومثل هيك ومثل هيك. ما باكل عشان تعرف ان انا قوي. هي قول لي بالاخير. قتلت زوجتك بسبب نارك؟ ما بصير. يا ويلي انت خليتنا اغضب. صارت ستيك، صارت مارت ستيك. الله الله يخلص. يا ويلي شو اللي سويته؟ هاي انتظر، لا تكون غاضب مثل هيك. يا ثور الناري، انت من غضبك قتلت زوجتك. لازم تسوي ريلاكسينج، لازم تسترخي وتستريح وتبعد عن النيران قليلا، لانهم زوجتك هذولا ما بتحملوا النيران. هاي لازم انا وياك نكون فريق واحد مش فريقين، نكون يد واحدة مش يدين، نكون جسم واحد مش جسمين. انت مين اشتغلك مثل هيك؟ انت مين دقتك علي علشان تقتل هذا لهون؟ تعال لهون يا كلب. هاي هرقتني هرقتني يا ابني. يلا ارجعي انت لهون، ارجعي لهون. يا ويلي شو بدك تسوي فيي؟ راح اموت. هاي فكرني انا من ثلجي ثلجي. طيب ماشي، انت قل لي من الاخير شو بدك. يلا يا زلمه خلص بكفي. يلا تعال معاي، احنا لازم نكون فريق واحد مش فريقين. لازم انت تصور ريلاكسنج وين وديت البقره زوجتك على جزيرتي عشان هي ما بتحب النار. طيب ماشي يلا بدي اشوف. احمر فربك اللون الاحمر. هاي هاي ابتعد عني ابتعد عني، انا والطفل الشرير. خد لك هاي خد لك هاي. يا ويلي ابني يا حامل، بدك تهربني؟ تعال لهون. آي لا 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 مستحيل مستحيل. تعال هون تعال هون. آي خد لك هاي خد لك هاي واحد ضغطي خد لك هاي. يلا هجم عليه، هذا طفل شرير لونه احمر. تعال هون. آي بدي يقتلني هذا العامل. آي راح اموت. يا ويلي تعال انت لهون وهون مثل هيك. يلا موت. يلا 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 مثل هيك. هين مسكتها، هين قتلت لك اياه يا صديقي، قتلت لك اياه. احمر تفهم مش بتطير الاولاد؟ مش عيب عليك لو قتلناه في الجزيره مش احسن؟ هاي بكسر راسك. لا تتمادى ولا تطول السالك على ملك الغابه. لون تعال لهون. طيب انا راح اربيك. خد لك هاي خد لك هاي خد لك هاي خد لك هاي خد لك هاي. اي انت زودتها. موت، لا تلعب مع ملك الغابه. بدك ترجع مش مشكله. خد لك هاي. بدك تلعب مع ملك الغابه؟ بدك يلا اسحبه مثل هيك. يلا 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 انت بدك تتمادى. كاك والله لا اسويك كاك كاك بمعمول. تعال لهون تعال لهون. والله لا احشى بدل العجوه دمك. تعال لهون. وانا هو الطور الهاي، وانت موجود في الجزيرة الحمراء. انا غاضب. انا 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 كمان غاضب منك، لانك انت ما بتهدأ وما بتتحمل الغضب وما بتوقف غضبك. عشان هيك انا راح اشغل شيء اسمه الدور الناري. ايش يهديني؟ شو لازم اشرب؟ خلاص توقف توقف. اشرب الحليب. انا وياك نشرب شاي ونروق شوي. شو اشرب حليب الطفل هذا اشربه. لا لا شاي، الشاي مفيد عشان تروق الاعصاب مثل هيك. شاي باللون الوردي، شاي باللون. اوه غاضب كتير كتير انا. خلينا اشرب شاي. اشرب اشرب اشرب. يا سلام يا سلام. صباح النور، اصبحنا واصبح الملك لله. صباح الخير يا صديقي. صباح النور. يلا يلا يا صديقي، خلينا الان في عنا رحلة لازم نوصل ونروح على الجزيرة البعديها. يلا يلا يا صديقي، شو صار معانا اليوم؟ انا ناسي، ما شربت شاي شاي الخسال. نعم نعم يا ويلي في لكة وجدا. والله ما بعرف يعني مخي كان معالكك مكلكك. لحمة لحم لحم اللحمة. انا بحب اللحم ولا لا؟ انت بتحب اللحم؟ انت ثور ثور ثور. هاي لحمة زوجتك يا بجل. يعني بياكل لحم؟ يا سلام لحم بقر لحم بقر. ولك فران ولك فران ولك لحمة فار. هاي موت يا فار. فوت موت فوت موت. يلا زاكي زاكي الفار. يا سلام ايش العزيز هذا، كله بركة ونعمة هذا من رب العالمين. اللحم كلياته لازم ناكل كل اشي.
يا سلام يا سلام، هيني روقت والأسد الثلجي والثور الناري رح يقضلوا مصدق نعام. يلا يلا، شو رايك انا وياك الان نروح يعني في نزهة وناخذ صديقتي مرت البقرة ونستمتع كتير كتير يلا الثلجي والثور مع بعض. اكيد اكيد يا صديقي، يلا يلا يا ثور، تعال هيني ابدا اخذ مرتك انا، تعالي 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 مثل هيك يلا.